من بيروت معي سمو أبو فاضل الكاتب والصحفي السياسي، مساء الخير، أهلا بك معنا. لو تنقل اليوم المشهد سيد سيمو، كيف تبعته بكل الدوائر من حيث المشاركات شعبويا، من حيث الإجراءات الأمنية، من حيث متابعة يعني نسبة نزاهة الانتخابات هذه طبعا مع كل المراقبين الدوليين المتواجدين؟ كانت مشاركة جد هزيلة قياسا إلى ما كان يعني متوقع، ما كان متوقعا، ولذلك أنها شكلت مفاجأة في ظل أحداث أمنية شهدتها عدة مناطق كانت تعكس توتر في بعض المناصرين الأحزاب وليس أكثر. لم تكن انتخابات على ما بدا على مدى لبنان، كانت بين الدوائر على هيك بين قوى سياسية بهدف تحقيق يعني مراكز أكثر. من هنا لم تكن أولا قانون الانتخاب لعب دورا سلبيا بمعنى بعدم تحفيز الناخبين، ومن ثم عدم وجود خطاب سياسي كما كان يجري في لبنان سابقا، بنى الكلام عن سيطرة حزب الله، عن المحكمة الدولية، عن اغتيالات، عن وما شابه من مواقف سيادية. اليوم كلهم ينادون بالإصلاح وكلهم يعني مسؤولون عن الفساد، لذلك المواطن شعر بعدم حماسة وعدم ثقة بهذه الطبقة السياسية التي هي ذاتها عادت يعني لتترشح مع التغيير عدد من الوجوه في اللوائح. طيب، مع أنه هذه المرة يحكى أيضا عن يمكن رقم أكبر من المتفائلين، كان في سمة التفاؤل باعتبار أن القانون ربما يجذب، إنما عبرت في البداية عن رأيي عدم وجود خطاب سياسي، عدم وجود برامج، حيث تحول النواب في خطاباتهم إلى رؤساء بلديات بقولهم سنكون إلى جانب ناخبين ونهتم بهم وبخدمتهم. فقد النائب، فقد المرشحون دورهم الأساسي كطبقة مطلوب منها التشريع. لذلك يعني كان كل ما حدث في هذه العملية هو مخالف للتوقعات. لذلك كان ثمة يعني خيبة أمل لم تكن متقبلة إلى هذا الحد. كان يتوقع السياسيون زعماء الأحزاب هذا الموضوع سيد سيمو، يعني بوفق كل المراقبين، ما بعرف حضرتك كيف تبعت الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، كان في تعبئة بشكل كبير، كان في كثير ملاحظات. رؤساء الأحزاب في لبنان لا يقطعون شعرة معاوية بين بعضهم، بمعظمهم كانوا أمراء الحرب وتحولوا مرجعيات سياسية تتقاسم النفوذ وتتجاذب السلطة. لذلك يعني لا تتوقع أن يكسرون أو يقطعون هذه الشعرة فيما بينهم. سيضعون المسؤولية ربما على المواطن أنه ليس لديه وعي سياسي، ما لا يستطيعون أن يتقبلوا بأنهم يعني أنتجوا قانون انتخاب لا يشكل تحفيزا للمواطن، لم نكن لديهم برامج صادقة. لذلك المسؤولية هي لو كان في لبنان واقع من الوعي الصحيح، لا يعني كان طبعا كانت وجدت لوائح مختلفة عن هذه اللوائح التي نعم. كانت بين أركان السلطة وليس أكثر. شكرا جزيلا، من بيروت سيد سيمون أبو فاضل الكاتب والصحفي السياسي.